رفع، وأثناء استضافة وزير المالية أنا يعني جداول كاملة حول موضوع الورقة البيضاء، وكان من يعني توضيح أنه رفع سعر الدولار بالدورة السابقة يتضمن تنشيط حركة الاقتصاد وخاصة القطاع الصناعي ودعم الصناعات المحلية، ولكن هذا لم تحقق الورقة البيضاء يعني أهدافها، ولم يحقق هدف رفع سعر الدولار هدف من عندنا، لأن إحنا نستورد المواد الأولية داخلة بالصناعة المحلية، وكذلك غير مسيطرين على المنافذ الحدودية، وإضافة إلى عمليات الفساد المستشري في مفاصل يعني الدولة. مثل على سبيل المثال، احنا قبل أيام أحنا موضوع ملف فساد كبير في وزارة الصناعة في التنمية الصناعية، شنو هذا الملف؟ قامت مديرية التنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة بتقديم إعفاءات جمركية بتقدير 800 شاحنة لمعمل مغلق في محافظة بابل، 800 شاحنة لمعمل مغلق؟ مغلق نعم، مقدمة لإعفاءات جمركية. وجهت التنمية الصناعية المفاتحات الرسمية إلى مديرية الجمارك العامة بإدخال منتجات الكاربت والسجاد لمعمل الأنوار المغلق، زين، وين تروح هذه؟ دخلت البضاعة للسوق، غرقت السوق، خسارة للدولة. كان عندنا معامل للإنتاج السجاد والكاربت في العراق، من ضمن عندنا معمل الصناعات معمل النسيج الوطني في النجف الأشرف، كان لحد قبل 6 أشهر كان يصدر للسعودية إنتاج عدة، الآن أغلق المعمل قبل ليش شهر انغلق؟ ما يقدر يقام، لأنه دخلت السجاد والكاربت دخل بدون بإعفاءات إعفاءات، من الجمركية، تسهيلات، حق. تسهيلات مخالفة للقانون، على أساس معمل مغلق، والمعمل إذا كان معمل شو يسوي بالسجاد والكاربت الجاهز؟ ليش يستورد؟ يستورد مواد أولية، فتم إغلاق السوق. عندنا معمل بنجف، العفو، معمل بنجف انغلق، ومعمل ببغداد انغلق، سرحوا عمالهم، بينما قبل 3 أشهر كانت هناك شحنات معمل النسيج الوطني اللي بنجف الأشرف كان يصدر للسعودية عن طريق منفذ عرعر. هذه الجهات شلون تتحاسب؟ شلون تتحدد أستاذ هادي؟ احنا خلال متابعاتنا يعني بالفترة الأخيرة خاصة الموضوع دعم الصناعة والزراعة ومتابعة الإعفاءات الجمركية، الآن طبعا الفساد المستشري في الجمارك وفي وزارة الصناعة فساد كبير جدا، الآن هو اللي دمر الصناعة المحلية مثل ما تحدث الأستاذ. وين الصعوبة بحسم ملف الفساد بالجمارك؟ من سنوات نسمع الجمارك الجمارك. المنظومة الآن المنظومة يعني السابقة لحد ما أدى اليمين والحين أداء اليمين أو البرنامج الوزاري لحكومة كاملة الصلاحية كان يعني هناك مشكلة في المراقبة، لكن الآن لدينا متابعات بخصوص الربط الإلكتروني بين الجمارك والضرائب في وزارة المالية مع المنافذ الحدودية. المستفيد سيسمع.